وفي لاعب اسمه بانجورا، اسمه خليل بانجورا، ده بيقولوا هيبقى مفاجأة، يعني الصحف التونسية بتقول ان ده هيبقى مفاجأة فوز البنزرتي في مباراة نادي الاهلي القادمة، يعني هيلعب مع النجم ضد النادي الاهلي خليل بانجورا. انا مش عارفه بصراحة خليل بانجورا ده، وفي عيلة بانجورا الشهيرة بتاعت غينيا، مش عارف ده منهم بقى ولا مش منهم. تعرفين الموقف طبعا في مجموعة النادي الاهلي، نادي الاهلي في المركز الاول 8 نقاط، نكانر الديفلز بطل زامبيا في المركز الثاني 7 نقاط، النجم الساحلي التونسي في المركز الرابع على فكرة يا جماعة، سيوي سبور عنده 6 نقاط يا بيبو، كان كسب النجم الساحلي، فسيوي سبور عنده 6 نقاط في المركز الثالث، والنجم الساحلي في المركز الرابع 5 نقاط، نادي الأهلي في حاجة إلى نقطة واحدة للتأهل للدور قبل النهائي، أو يعني برضو لو تعادل النادي الأهلي كده كده هيتأهل، لكن أول أو تاني حسب نتائج الفرق الأخرى، لكن الـ3 نقاط أو فوز النادي الأهلي يضمنوا التأهل في المركز الأول للدور قبل النهائي.